اشتقنا فرحنا بك صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير يا هلا بك يا رمضان. السلام عليكم متابعي قناة أم آدم أحمد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله في أفضل الأحوال يا ربي. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم واحد الفطائر، لكن ديجا حضرت معكم العجين ديالهم، الميني بطبوط والميني بيتزا اللي ما كيخطوش الموائد الرمضانية ديالنا، بحشوات مختلفة وبحشوات سهلة، والأهم أنها سهلة وسريعة واقتصادية والجيدة وبنينة. المهم تبعوا معايا لا فيديو الى بغيتوا تعرفوا على المكونات ديال هاد الفطائر. العجين ديال الميني بطبوط اللي كنا حضرنا ذاك المرة في الفيديو السابق، والعجين ديال الميني بيتزا هو هذا. دابا غادي نبدا، انا راني جبتهم من الكونجيلاتور وخليتهم كيطرخاو ونخليهم يطرخاو مزيان. دابا غادي نعمر انا، نبدا بالحشوة ديال الميني بطبوط هي الاولى. اول حاجة خديت مقلة وضعت فيها بصلة هكا رقيقة وفلفلة حمراء وفلفلة خضراء وخيزوة، انا كنديرهم في الروبو كيجيو مسحوقين هكا مزيان. غادي نضيف لهم زيت العود وغادي نضيف شوية ديال الخرقوم ونضيف شوية ديال الإبزار وغادي نضيف تحميرة وغادي نضيف راس معلقة ديال سكنجبير، راس معلقة مغاديش نكتر. غادا نضيف الملح على حساب الذوق صافي، وغادا نوضعها فوق البوطة. ها هي الحشوة من بعد مني وضعتها فوق البوطة، وغادا نخلط هاد العناصر كاملة ونخليها كتقلى. دابا من بعد مني بدات كتقلى عندي هاد الحشوه، غادي نضيف لها انا الكفته. انا غادي نعمر هاد البطبوط بالكفته، نتوما عمروا باش ما بغيتو. صافي وغادي نفرتت مزيان هاد الكفته، نفرتتها مزيان مع الحشوه باش طيب ليا. صافي غادي نفرتتها كي قلت لكم ونخليها طيب مع الحشوه، ملي طيب نتلاقاو. حرات ليا هاد البصيله وهاد الحشوه عفوا كامله وهاد الكفته حتى هي، تحروا ليا مزيان. راني ما ضفتش الماء نهائيا البنات، راه غير هذيك الزويته اللي وضعت في الاول هي اللي طابت ليا فيها الحشوه وهاد الكفته. دابا غادي نوضع عليها واحد السر اللي كيخلي هاد الحشوه كتجي زوينه البنات، صوص ديال المطيشه. كاين ليكم تستعملوا هاد الصوص اللي كتكون هكا طيبه، ولا ما عندكمش هاد الصوص ديروا غير جوج مطيشات ولا مطيشه وحده وتحكوها. انا عندي هاد الصوص ديال المطيشه كنكون كنطيبها، كتجي رائعه البنات، جربوها مع هاد الحشوه بحال هكا كتجي زوينه. صافي غادي نخلط مزيان شويه ديال القزبر ومعدنوس،
نخليه للاخير صافي. وغادي نخلط الحشوه ديالي وغادي تكون جاهزه الحشوه ديالنا واجده. ضفت ليها في الاخير غير شويه ديال القزبر مطحون صافي. وغادي نخلط صافي. وكنفتح هاد البطبوط ديالي كنفتحو هكا باش ينقص صافي. وكنبدا نعمرو بالحشوه هاهو صافي. وغادا نبدا نحط في شي طريسين ونبقى غادا مستمر بهاد الطريقه كنعمر البطبوط ديالي حتى نسالي الكميه كامله. صافي دابا البنات انا غادا نكمل الكميه ديال هاد البطبوط نعمرو ومن بعد نتلاقاو. ندوزو نحضرو الحشوه ديال الميني بيتزا. خديت مقله وضعت فيها بصله رقيقه كي قلت لكم خاصها تكون رقيقه مزيان. وضعت معها شويه ديال الزيت وغادي نضيف معها ضريس ديال الثومه محكوك وغادي نضيف شويه ديال الملح. غادا نضعها فوق البوطه نخلي هاد البصيله تشحر ليا شويه فوق البوطه. دابا من بعد ملي بدات كتشحر عندي هاد البصيله مع هاد الزيت وضريس ديال الثومه اللي يكون محكوك غادا نضيف لها حبه ديال ما بين فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين رقاق. وغادا نخلط مزيان الطريقه صراحه سهله البنات زوينه. كنوجدوا كل شيء في خضره احسن ما كنبقاو نشويه وكل حاجه بوحدها الفلفله بوحدها البصله. طريقه سهله وسريعه سيغتو لهاد ميني بيتزا كتصلح لهاد الميني بيتزا ما كتصلحش بالنسبه للبيتزا الكبيره. صافي غادي نخلي هاد الفلفله تقلى مع هاد البصيله. دابا ملي تقلات ليا هاد البصله مع الفلفله غادي نوضع عليها صوص ديال المطيشه اللي مطيبه. واللي ما عندوش هاد المطيشه هكا طيبه كي قلت لكم يستعمل شي جوج مطيشات ولا ثلاثه يحكم على حساب الحشوه ديالو ويخلطهم مع هاد الفلفله والبصله صافي. وكنخلي كل شيء يتقلى دابا مع هاد المطيشه. صافي دابا غادي نضيف شويه ديال الابزار وغادي نضيف شويه ديال التحميره. نضيف راس معلقه ديال الخرطوم وراس معلقه ديال السكينجبير. صافي نخلي هاد الحشوه تقلى ليا مع هاد العطريه اللي وضعت. ويمكن لكم تستعملوا حتى الهريسه اللي كيبغيها يوضع حتى هي مع هاد الحشوه. صافي غادي نخلي الحشو ديالي يتقلى ليا مزيان. نحيد الحشوة ديالي من فوق البوطة غدا نضيف لها شوية ديال المعدنوس. وغدا نخلطو مزيان مع هاد الحشوة. صافي وغادي نضيف لها شويه ديال الزعتر
غدا نحكو غير هكا بايديا. الزعتر دائما خلوه في الاخير. صافي، ودابا خديت الطون، عندي الزيتون والفرماج. غادي ناخذ دابا البيتزا ديالي، ناخذ البيتزا ديالي وغادي نوضع فيها هكا شويه ديال لاصوص ونحاول نوزعها على البيتزا ديالي. صافي بهذا الشكل. بالنسبه لهاد الحشوه البنات راه ما كنضيفش لها انا مطيشه مركزه، هذيك مطيشه ديال الحب نهائيا. صافي، كنضيف شويه ديال الطون هكا من الفوق. بالنسبه للبنات هاد الطون راه صنع منزلي، يعني مصوبه في الدار. شنار نشارك معكم الوصفه ان شاء الله ديال هاد الطون. صافي، وكنبدا نوضع في شي طاوه وكنبقى مستمره بهاد الطريقه. كنوضع الحشوه ونوزعها على البيتزا ديالي بهاد الطريقه. وكنضيف شويه ديال الطون. صافي، وكنوضع في الطاوه، نبقى مستمره بهاد الطريقه. صراحه طريقه زوينه وسهله، كلك تحضريها بسرعه هاد الميني بيتزا. ماشي بحال البيتزا العاديه كتاخذ لينا شويه ديال الوقت، وكنبقاو في نفس الوقت نحضروا كل حاجه بوحدها، نطيبوا كل حاجه بوحدها، كيشد لينا الوقت شويه. بالنسبه لهاد الميني بيتزا سهله. وهاد الطون تا هو ما نقولش لكم كيجي رائع البنات. نشاركو معكم ان شاء الله في شي فيديو طريقه كيف كنصوبو. صافي البنات، انا نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل الميني بيتزا اللي عندي ونتلاقى بكم البنات. انا وضعتهم في الطاوه ما قدتنيش هذيك الطاوه الاخرى. المهم انا كملتهم دابا ودرت الحشوه وضعت الطون، غادي ندخلهم للفران غير واحد شويه تقبط هاد لاصوص شويه راسه الطون، وغادي نخرجهم نوضع فيهم الفرماج. الميني بيتزا ديالي من الفران درت انا غير الفوق، غير تحمر ليا شويه من التحت، اما هي راه ديجا طيبه نص طيبه. صافي دابا غادا نوضع الفرماج. هاد الزيتون الاسود انا غير وحيده كنقسمها هكا على جوج وكنوضع نص هكا في الوسط. الفطائر ديالنا من بعد من يوجدو كيجي على هذا الشكل. الميني بيتزا من بعد من داب ليا الفرماج خرجته من الفران وها هي كيف كتجي. والميني بطبوط اللي حضرت معاكم كيجي رائع البنات. الاهم في ان هاد الفطائر كيجيو زوينين وسرع ومذاق رائع وبنان كي قلت لكم، كيجوا رائعين واقتصاديين وبحشوات يمكن لكم تحضرهم باي حشوه كتبغيو. انا هاد الحشوات من بين الحشوات المفضلين عندي، كنعمر بهم هاد البطبوط
وبزاف الحشوات كنحضر بهم هاد بزاف الفطائر كنحضر بهم هاد الحشوات. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم كيف ديما ما تنساونيش من لي لايك، والى فيديو قادم والسلام عليكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.